يا من بالتفكير استرشد من كل الأهواء تجرد في البشر تأمل وأجبني من في الدنيا مثل محمد مبعوث بالنور الهادي يدعو للحسنى وينادي يهدينا لسبيل رشادي فاتبع الهادي كي تسعد من في الدنيا مثل محمد يتعامل بالأدب الراقي ويربينا بالأخلاق هو قدوتنا بالإطلاق فخطاه اتبع لا تتردد من في الدنيا مثل محمد أفلح من أسلم وتشهد عبد الله الحق ووحد عيسى بشر قبل بأحمد وهو رسول الله محمد من في الدنيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم.